الآن خطبة الجمعة. خطبة جمعة دينا ديشت الخطبة. يستطيع أن يخطب خطبة الجمعة يفتتح فيها بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ مثلا آية الفاتحة سورة الفاتحة يقرأ حديث واحد يأمر بتقوى الله يقول اتقوا الله عباد الله يدعو ثم خطبتين ثم بعد هذا يصلي يعني لا يلزم أن الخطبة تكون طويلة خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة بايمر صلى الله عليه وسلم خطبة ده إذا جيم خلاعو ناغن مموتر تغنى خطبة ده دعوة لجا يخل يشاتوني بوخل يشاتوني لماذا يصلي بعض الناس الظهر ولا يستطيع واحد أن يقول آية يقرأ سورة الفاتحة مثلا يقول اتقوا الله عباد الله وربنا آتنا في الدنيا حسنة مثلا دعاء مختصر ناخ إدلا مزدنا يرزب صديق شهوند تيعي بوغ تعوات تيع تانيك حلقاتن يتحقق دي الش يديلا قير هاي ناخ خطبة دينا جمعة لا مزد يشلش أو يأخذ مثلا من الخطب هذه المكتوبة لكن يختصر لا يطول على المصلي يا حق يتر توبو حق يتشوتن كي يخت حق يتر شيازن دو دوت دقة تديوش خطبة دا يش يشوتن